السلام عليكم بنات، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم بنات غادي نشارك معاكم شنو وجدنا للعراضه، حيت كنا عارضين كما كتشوفوا معايا في الفيديو. اول حاجه بدينا بها هي البسبوسه، كنت ديجا درتها معاكم في القناة، كنت حطيت لكم العواصف كاملة اون ديتاي. مي رات هنايا غادي تبان لكم. كنشدو اول حاجة دايما نسمو بشوية ديال الملحة، قول بسم الله، وحطو الملحة في الجير اللي غتخدمو فيها، ولا البنزينة، ولا الحاجة اللي كتخلطو فيها المقادير. وديرو 3 البيضات، وزيدو كاع السوائل، كاس من الزيت السيور، أو كاس من الحليب، كاس ديال عصير الليمون، ودانون، والسكر، وزيتو الفاني هزة. من بعد خلطو مزيان، شدو جوج كيسان كبار ديال السميدة وطرحوهم في داك مع الخليط، وثلاثة الخمارات. إلا كنتو بغيتو تخلطو داكشي بيديكم خلطوه، شدو البلاندر خلطوه فيهم. إلا ما كنتوش باغين تخلطو بيديكم مونينكس ولا على حساب شنو عندكم نتوما. من بعد البنات غادي تشدو المول ديالكم، غادي تفرشو شوية ديال الزيت، دانو زعما شوية بالزيت، وعاد ترشو بالسميد باش ما تلصق لكم. صافي، فاش كتخلطو الخليط ديالكم كتحسو به باللي وجد، غتكبوه في ديك اللاطة ولا على حساب شنو نتوما كنتو دايرين باش يطيب فيها البسبوسه. صافي البنات، باش تخرج البسبوسه ديالكم ضروري تسقيوها، حيت سقيتها انايا بعصير ديال الليمون، غادي تشوفوا هنايا في الفيديو. ولا تقدروا ديروا كما درت في داك الفيديو اللي كنت شاركت معاكم البسبوسه، ديك لاكريم اللي كنت صاوبت، ولا تقدروا ديروا غير زعما عصير ديال الليمون ابخي ترشوا عليه الكوك بحال هكا من الفوق كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. البنات ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشي كومنت، وخلوا لي في الكومنتات شنو بغيتوا تشوفوا من هنا للقدام ان شاء الله في لي فيديو جايين. واش عجبكم هاد لي فيديو؟ كي جاتكم لا كاليتي ديالو؟ واش بغيتوني نغير شي حاجه؟ المهم كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير، راه كنقراهم كاملين. صافي هنايا البنات كما قلت لكم خرجنا البسبوسه من الفران وغادي نبدا نسقيها. المهم البنات البسبوسه غير حاولوا تكثروا ليها العصير ديال الليمون، ولا باش غتسقوها، حيت اصلا السميده كتشرب، يعني ماشي مشكله. واخا يبان لكم بحال هكا راه تغيا غادي تشرب ليكم اصلا، فاش تخلوها في الثلاجه راه غتلقاوها شربت داكشي كامل. صافي، من بعد غادي عاد غادي نزوقوها كما قلت لكم، باش انا بعدا كنزوقها بالكوك، نرش عليها شويه الكوك من الفوق كما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي كما قلت لكم غادي نرشوها بشويه ديال الكوك، ومن بعد ندخلوها الثلاجه، ديروها غير في الثلاجه لتحت باش تبرد ليكم. صافي راه وغادي تكون واجده انها تقدمي. البنات سمحوا لي الا كتسمعوا شي ضجيج ولا شي صداع، لانه الشرجم قريب للشارع.
صافي. تاني حاجة درنا هي الحرشة كما العادة، كنسميو بشوية ديال الملحة، وغادي نبداو نديرو السميدة ديالنا، وغادي نديرو شوية ديال الزيت كما غادي يبان معاكم في الفيديو، وشوية ديال العسل، وشوية ديال الخمارة، وغادي نبداو نشدو الما ديالنا، وغادي نجمعو الخلاط كما كيبان لكم في الفيديو. صافي فاش غادي يتجمع معانا الخلاط غادي نخلوها شويه، بما نمشيو ندهنو المول ديالنا بالزبده ونرشو حتى هو بشويه ديال السميده، عاد غادي نحطو العجينه ديالنا نقادوها على الشكل الدائري ونقادها مزيان. من بعد عاد زعما فاش نحطو العجينه صافي ونقادوها، نزيدو عليها السميدة من الفوق شوية، يعني غير نرشوها بحال هكا، إلا قلبنا يبقى الفوق فيه السميدة. البنات نتمنى تكون واضحة لكم الطريقة، وسمحوا لي على صوتي راه ضارب لي البرد.
البنات كنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم والتفاعل ديالكم معايا والتشجيعات. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، أتمنى تكونوا بألف خير.